عمليه الخداع ما انتم مهم. التفريق الناجح ان شاء الله الى ناهد رواجده. ناهد 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 برافو، الهدف الثالث لمنتخبنا الوطني، وناهد تحمل الرقم 3 وسجل الهدف الثالث لمنتخبنا الوطني. برافو اليوم نشميات منتخبنا الوطني. تابع دينا صندوقة الدخول والعبور. أوه. برافو ناهد 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 الرواجدة، هدف هدف. شوف ناهد رواجدة اخترقت الحاجز السوري بذكاء وسجلت هدف على يمين الحارسة. ناهد لاعب منتخب وطني، لاعب مميزة، أتوقع أن يفتح اللعب إذا بركزوا على هاي اللاعب ناهد الرواجدة. إيدها مجمع الجزائري الان يحاول الاختراق والتسليط، وايضا برافو نسيقه في ناهد الرواجدة. حلوه برافو لرؤى ناصر، وبرافو على طول لمين الشوف الخطر. هدف لمنتخبنا. Let the rain come down on us. Let this moment through. I see the beauty in you. هدف هدف ناهد رواجدة. أمال عبيدة رؤى ناصر على طول لمين فلك. شوف 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 عمليه تفريغ ناجح يبدو عند ناهدة الرواجدة. على هذه الجهود الفنية والإدارية المبذولة من أجل خدمة كرة اليد الأردنية من خلال منتخباتنا الوطنية. وهدف هدف هدف هدف. شوف ناهد رواجدة. المشاركة الصديقة والشقيقة هنا في عمان العاصمة الأردنية على طول في المتابعة. دينا صندوقة الدخول والعبور. أوه. برافو ناهد 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 الرواجدة. ناهد الرواجدة رقم 3 منتخبنا الوطني. على طول آية عبيدات على طول. أوه. هدف هدف ناهد رواجدة الدخول. أوه. القائم الأيسر والمتابعة وهدف هدف لمنتخب اللبناني. دينيا صندوقة أيضا المجاري التدخل. شوف اللاعب ناهد رواجدة. آية عبيدات آية عبيدات في الأمام لبنى. يلا يا لبنى. أوه. يا الله
الهدف ولا في الأحلام. دفعة من الخداع وأيضا شوف سندس على طول رؤى ناصر البحث عن التفريق النادي. شوف 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 يا الله هدف 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 ولا أحلى من أماني الجمالي التونسية. أيضا شوف اللعبة في صندوق على طول هدف لفريق نادي عمان. اللعبة لاهدى الرواج على طول. أماني الجمالي سارة الحلبي سارة الأكثر قوة الأكثر جراءة في لعبات نادي عمان. ناهد على طول ناهد الرواج اليوم تبدع وتبديل ناجح كان عند محمد فضل بالنسبة لهذا الرواج. هذا هدف جدا جميل من الجناح من اللاعب ناهد. صندوقة أمالي أمالي الجمالي الجمالي على طول من الأقرب وهدف جميل لفريق نادي عمان واللاعب رقم 13 ناهد الرواجد. الآن 14-15 مع عقلها نظيف عم بتختلق وعم بتوزع للفريق مجهود بدني عالي من هذه اللاعبة. خلينا نعود من جد نشوف الفاست بريك على طول على طول هدف النادي عمان واللاعب ايضا ناهد الرواجد وهدف كان لفريق نادي عمان. الان 21-19 الفرق هدفين لغايه الان. ناهد الرواجد ايضا ابدعت وتالقت في الشوط الثاني. لقيت تحت ضغط وهيك بس لازم تلعب مع بنات فريقها عم نستغل هدول لازم نستغلهم